طيب دكتور، اصبغ شعري لو انا هصبغه قبل ما اطلع اصيف ولا اصبغه بعد ما ارجع من مصر؟ الالوانات اللي هي بتاعت الصبغه، اللي هي الالوانات اللي بتبقى على ذهبيات او على نبيتيات، دي بتبقى بهتانه جدا جدا في من اشعه الشمس، بتخلي اللون مش برونقه. فدوت دول اكتر ناس بننصحهم ان هم يحطوا زيوت السان سكرين على شعرهم علشان تحمي اللون ويفضل اللون برونقه ولمعته. الاحمرات كمان بتقع من الميه جامد جدا، يعني لونها بيبهت فعلا زي ما انت قلتي دلوقتي. الزيوت بتبقى عامله زي طبقه عازله شويه، بتحمي يعني بنسبه كبيره قوي قوي للشعر. طيب برضو ما جاوبتنيش، اصبغ قبل ولا بعد؟ لو انا هصبغ يعني قبل المصيف ولا بعد المصيف؟ بعد ما ارجع افضل. صدقيني لو هي استخدمت السان سكرين صح على شعرها، يعني معناها بعوض الزيوت اللي انا بفقدها، فمش هتفرق معانا ما دام انت بتعوضي الزيوت.